الفنان يوسف شعبان عنده 4 أولاد، هما صيناي وعز الدين ومراد وزينب. وبرغم ان كل اولاد يوسف شعبان محدش فيهم دخل الوسط الفني، لكن بنته الصغيرة زينب دخلت مجال الاعلام والفن مؤخرا. طيب مين هي زينب يوسف شعبان؟ ومين والدتها؟ وايه كان رأي والدها في دخولها مجال الاعلام؟ كل ده هتعرفوا معانا في الفيديو ده. اتولدت زينب يوسف شعبان يوم 25 أغسطس سنة 1999، وهي بنت الفنان يوسف شعبان ووالدتها سيدة كويتية اسمها إيمان خالد الشريعان. اتولدت زينب في مصر وعاشت فيها لمدة 12 سنة، بعدها عاشت في الكويت مع والدتها، وكان والدها بيتردد عليهم كل فترة، عشان كده هي بتتقن اللهجة المصرية واللهجة الكويتية بشكل كبير. درست زينب الإعلام في الجامعة الأمريكية في الكويت، وبعد تخرجها اشتغلت في برنامج ليالي الكويت وحققت من خلاله شهرة كبيرة جدا، ووصل عدد متابعيها على حساباتها على السوشيال ميديا لآلاف المتابعين. كان أول ظهور لزينب على الشاشة من خلال استضافتها مع والدها الفنان يوسف شعبان في برنامج ليالي الكويت قبل ما تشارك بعد كده في تقديمه، وده كان سنة 2019، وكانت وقتها لسه بتدرس الإعلام. وأكدت إن والدها بيشجعها وبيتمنى إنها تبقى مذيعة. بدأت زينب يوسف شعبان المشاركة في تقديم برنامج ليالي الكويت سنة 2020، واعترفت إن اسم والدها كان ليه دور كبير في دخولها مجال الإعلام، وقالت اسم والدي كبير وأي مجال كنت هدخل فيه كان اسمه هو اللي هيشلني، وأكدت إنه كان شايف فيها موهبة التقديم من صغرها وهو اللي نصحها تدخل مجال الإعلام، وكمان هو اللي أصر على ظهورها معاه في لقاء تلفزيوني سنة 2019 علشان يختبر قدرتها على الظهور قدام الكاميرا. وكان طول البرنامج بيبص لها وهو مبتسم لأنها وقتها تأكدت من قدرتها على التقديم التلفزيوني وكان سعيد بيها. وقالت زينب إنها ما عندهاش أي مانع إنها تشتغل في مصر إذا تعرض عليها برنامج جيد. دخلت زينب مجال التمثيل مؤخرا من خلال المسلسل الكويتي النون وما يعلمون، لكنها في نفس الوقت أكدت إنها بترفض مقارنتها بوالدها لأن ده هيظلمها وهيظلم اسم والدها. أما عن الصفات اللي ورثتها من شخصية والدها يوسف شعبان، قالت إنها ورثت منه حاجات كتير، منها نفس الكاريزما والصبر والتدقيق في التفاصيل. يوسف شعبان اتجوز 4 مرات في حياته، كانت المرة الأولى من الفنانة ليلى طاهر، أما زوجته التانية فهي نادية إسماعيل شيرين بنت الأميرة فوزية، ورزق منها ببنته الكبيرة صيناي، والتالتة كانت الفنانة سيهان فتحي، أما الزوجة الرابعة والأخيرة هي الكويتية إيمان خالد الشريعان، واللي رزق منها ببنت ولد هما زينب ومراد. وكشف يوسف شعبان تفاصيل زواجه من الكويتية إيمان، وقال إنه كان صديق لوالدها ومن خلاله اتعرف على بنته إيمان ووقع في حبها وتقدم لها وتجوزه. واستمر جواز يوسف شعبان من السيدة إيمان لأكتر من 30 سنة لغاية رحيله يوم 28 فبراير سنة 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا.